أخبار اليوم. لأول مرة نادي الزمالك يتعاقد مع مدير فني أجنبي من غير سمسرة ولا عمولة. كلام واضح. لأول مرة في تاريخ هذا النادي لا سمسرة ولا عمولة. صافي جاي صافي مشفي. لأول مرة في تاريخ هذا النادي مجلس الإدارة بما فيه رئيسه ما يعرفش مين اللي جاي إلا لما اتباع تذاكر الطيران. ليه ده؟ أول مرة مفيش سرية في النادي. وده المطلوب. إن يبقى فيه سرية. ليه سرية؟ طب إحنا عملنا سرية ليه؟ أنا عملت كذا اختبار، ضربت كام اسم كده بقيت أرميهم. كل ما أرمي اسم يجي لي بقى إيه من السماسرة وأنصار السماسرة وأصحاب السماسرة. يجي لي بقى من السعودية ومن الكويت ومن تونس ومن كل الدول. ده فاشل، ده مهزوم، ده مقهور، كل الأسماء دي كنت بضربها كده أولها يعني. فلو كنت قلت اسم الراجل ده وأعلنته كان نفس القصة. لدرجة إنه خلاص بعد ما عدنا التذاكر وصل واحد لحق في الآخر كده من تونس قال لي ده فاشل. قلت له عايزين الفاشل. شكرين. هذا السر إن إحنا احتفظنا باسم هذا المدرب حتى مجلس الإدارة ما كانش عارف. إحنا وثقنا في لجنة فنية وهو أعضاء مجلس الإدارة. سيد نائب رئيس عنده هو ما كانش يعرف اسمه. وانا نفسي ما عرفتش اسمه اللي بعت لنا التذكره وهاني موجود ومصطفى واحمد كل اللي اخره ما كانش حد عارف اسمه. بقول لاول مره مفيش سمسره، لاول مره يبقى فيه سريه، لاول مره يبقى فيه لجنه من ولاد النادي يتحملوا المسؤوليه قدام جماهيرهم قدام الجمعيه العموميه قدام مجلس ادارتهم انهم اختاروا 47 سي في تعرضوا على اللجنه. زي ما شكرت ايمن وشكرت فاروق والاخوه اللي كانوا معاهم بشكر الاستاذ شريف ومش عارف هو موجود فين. كان بيعمل عقد جاي. بشكر شريف ده نائب الاخ خالد رفعت. قيمه العقد بشفافيه 48,000 دولار. كلام واضح؟ الراجل هياخد المبلغ 48,000 دولار حلال عليه. وجاي مساعد مدرب برتغالي هيبقى مساعد لمحمد صلاح. مفيش تغيير في الجهاز الفني. بشكل عام انتوا موجودين معانا النهارده في السيناريو بتاع حضرتك وان انا موجود في نادي الزمالك اتوضع بطولتي وطبعا الجهاز الفني كله كمان بشكره. يس وانا كمان انت المهم. يس محدش يعرف وعايز يقول كلمة ليكم خاصة سادة المستشار وسادة المستشار كمان هو مبسوط ان هو اتعرف عليهم. إذا شايفكم السعادة هما السيدة البرزيدين هما كونغرس البرزيدين وعشان لو استمتعتوش كل مين تكتبون في حاجتين اثنين مشتركين بينا وهم بعضينا. يا سنتي الدمور سنتي الدمور هو مارس بيحب التهريج. Evidentemente que ele é vencedor no campo. É vencedor do campo. وبيحب يكون منتصر يكون قوي برضه. يعني مقاتل يعني. Agora, vou pedir por favor à comunicação social. وعايز اطلب منكم طلب. Não digam para Portugal que eu ganho 48,000 dólares. Senão eles brincam comigo. Eu ando a dizer que vou ganhar 100,000. يا ريت لو سمحتوا ما تكتبوش الفلوس اللي هو هياخدها عشان البرتغال يعملوا مشكله في الضرايب. انا براهن نو 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 زمالك بريشت ان الزمالك زمالك هو كلوب muito grande em África. الزمالك فريق افريقي كبير جدا. هي muito prestigiado em Portugal e na Europa. وليه برستيج كبير جدا في البرتغال وفي اوروبا بصفه عامه. Quando eu tive a oportunidade ولما جت الفرصة poder negociar com o Zamalek إن أنا أدرب نادي الزمالك eu perguntei سألت ex-treinadores Portugal que treinaram no Egito كل المدربين البرتغاليين اللي اشتغلوا هنا في مصر disseram assim وقالوا لي vai روح tens presidente ganhador e clube dos melhores da África. رئيس الزمالك موجود دلوقتي بيحب ان هو يفوز والزمالك ده من احسن فرق في العالم.
E eu pensei assim, é a oportunidade da minha vida. E eu pensei que é a força da minha vida. Digamos, o dinheiro fica em plano secundário, não conta. O fluxo fica em plano secundário, não conta. Porque eu sou oriundo de jogador de futebol. Joguei numa equipa de futebol, uma equipa pequena. Não, eu não era com o Nádio Soeira. Fui jogador do Porto, 8 anos. واشتغلت مع بورتو خمس سنين وكامبيون دوروب وكامبيون دو موند ووصلت انا اخذ البطوله الاوروبيه وبطوله في البرتغال اي نوكا تريني اون ايكيبا لا ديمنسيون دو زامالاك يو تريني ايكيبا دو سكوند بلان قلت انا بالنسبه لي ما وصلتش انا اتدرب حد زي نادي الزمالك Portanto, a oportunidade de ganhar uma equipa grande e de ser campeão é este ano. Apesar disso, fui campeão da Primeira Liga de Portugal. No clube modesto. فريق كبير معروف يعني بس هو بالنسبه له بيعتبر هو فيستا اقل كاتيجوري من نادي الزمالك يعني فبقول انا وصلت ان انا اكون بطل البرتغال جوا فيستا. اي فاسل سير كامبيون برشلونه ريال مدريد تشيلسي من السهل جدا ان انا افوز ببطوله مع برشلونه مع ريال مدريد مع انديه كبيره جدا. كل زمالك سير كلوب ولكن من افريقيا ولكن posso ser campeão do Zamalek. ولكن الزمالك فريق كبير جدا واسمه معروف في افريقيا لازم ان احنا ننجح بيه ونوصل ناخد البطولات دي ان شاء الله. هو لازم ان شاء الله ينام هادي جدا من ناحيه الجهاز سواء من الناحيه الفنيه او الاداريه. احنا كلنا خدمه نادي الزمالك خدمته عشان كلنا عايزين ننجح وكلنا عايزين نجيب بطولات نادي الزمالك ونعيد اسم نادي الزمالك تاني باذن الله. حاجه ثانيه سيبوني ان انا اكد عليها بعد سابق المستشار قالها انا بالنسبه لي بشكر حسام حسن والجهاز اللي كان معاه ادوا ما عليهم صحيح ده بالتوفيق او بعض الحظ في دوارة الكوره ممكن يجيب عن اي جهاز لكن الناس فاكره ان هم قصروا لا ما قصروش وان شاء الله احنا نكمل المسيره دي وان شاء الله يعني مش عايزين نقول نعيد كابتن باذن الله ان احنا نعمل اقصى ما قصينا عشان نخدم نادي الزمالك شكرا جزيلا. بتمنى التوفيق للدكتور مرتضى ومجلس الاداره المحترم كله على دعوة كامل مش بقول بس فريق كرة القدم لا أنا بقول كل الألعاب والحمد لله النتائج مثمرة حتى بالنسبة للكرة الطايرة اللي كانت كل لعبتها راحت كل الأندية الحمد لله بدعم المستشار مرتضى ومجلس إدارة منحونا الثقة إن إحنا نعرف نتفاوض مع لعيبة كتير وجبناهم الحمد لله وأدية بداية إن هو كسب دورة الصداقة في أبو ظبي وده بداية النتائج والثمرات اللي ان شاء الله هيجنيها نادي الزمالك في كل الالعاب واللي جاي احسن من الهاندبول والسله والسباحه وكل العاب اتمنى ان شاء الله الجهاز الفني المحترم ده يكون عند حسن ظننا وان شاء الله احنا كلنا واقفين معاه وبشكركم مره ثانيه وبجد بشكر مجلس الاداره زملائي المحترمين في رئاسه المحتوى منصور على الدعم الكامل والمجهود المبذول عشان خاطر استعداد نادي الزمالك هم ناسيين حياتهم وناسيين حياتهم الشخصيه عشان خاطر نادي الزمالك وعشان يعملوا حاجه لنادي الزمالك فانا بشكرهم عن اعضاء نادي الزمالك وعن ممثل نيو